قمت الليلة الصباح وشايف الأجواء يعني مبالغ فيها، أمطار خرافية وفيضانات. يعني في بريتش كولومبيا جميع المدن، فانكوفر، برنبي، سري، في غرق حاصل. خلوكم معانا وإن شاء الله تستمتعوا بالفيديو، والله يسترنا الليلة. بس الأجواء يعني ما مطمنة نهائي. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله انتوا طيبين ورايقين وما متضايقين ومتعافين. وكله رجعنا لكم اليوم بفلوج جديد، ايوه جديد حصري. اوبر رجع يا جماعه، نقول الحمد لله على السلامه والامور طيبه. بعدين الاجواء عندنا مطر من يوم امبارح تقريبا، حكايه بتاعت 4-5 يوم حيكون في مطر خرافي وفيضان، هذا عديل يعني. نكون واضحين، احنا الواضح ما فاضح. الشغل مولع نار. انا غايتو اي ميس لايك وان داي كده، يوم واحد كده راح مني لانه ما كان عندي الاوفر. ف بجد الاجواء مطر خرافي، عاصفه على بتاع. كم ما عملت حسابك في الشارع، الهواء عادي بشيلك يا معلم. وبعدين في ليه عجله انا في الشارع نهائي؟ والله عاصفه دي ما شغل بتاع عجله نهائي. انا ما شايف ليه زول في الشارع. ومن قبل بتجيني ترنج 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 اوردرات، زي ما قلت لكم از بيزي، يعني از ريلي بيزي. فبمشي مشيت على مطعمين بالمناسبة وما لقيت لي باركين. مكنسل اوردرين اوريدي انا، بس جانا اوردر ب 26 دولار في خلال 40 دقيقة. اوردرين هير وي جو سوان، ثانك يو. طلبنا اول طلب، نتمشى في الشوارع والاجواء المطرية. الاوردرين من داخل داون تاون، ودي ازمة يعني، دي باعتبارها ازمة. الاوردر الثاني داخل المول. المشوار حياخد زمن لانه دي يعني مشوره حاليا، احنا واقفين وطالعين خاشين بارك اللود وطالعين اسانسير. انا مشيت الطابق الثالث، المفروض انزل الثاني. طاشي شبكة، ما علينا، نتفسح في المول ده شوي. تاكو تايم. هاي ذا اوبر. ثانك يو. ابغون الله يستر، بس الواحد ما يجي التهاب لانه صراحه واحد يتملى مويه. بعدين فانكوفر تعد من اكثر المناطق، او بريتش كولومبيا خلونا نقول البي سي عامه، من اكثر المناطق اللي في كندا كميه بتاعت مطر خرافيه. حتى فانكوفر مسمينها رينكوفر، يعني من كميه المطر. احنا وصلنا بيت الزبون، انا حاضن الاكل حضن والله، ما اقدر اشيل الشنطه. نقدم صورة. هو في حد شايف حاجة؟ أنا مش شايف حاجة. نتقدر نتقابل في الوابة، بس خلونا نشيل الشنطة لأنه والله ما صح، ما صح ننزل كلهم كله يكون مويه. هاي از يور اورايت يعني تو ماتش. هاي ثانك يو معلم. 26 دولار في حكاية بتاعت 40 دقيقة. الامور طيبه. في زول كتب لي تعليق اقتراح جميل بالمناسبه، هو انه نعمل تحدي ونجيب الايفون الجديد. بس والله يعني ما في اهتماماتي انا انه اجيب ايفون وكده، فهمتوا؟ انا عندي ايفون حتى ذات نسيت اسمه ده شنو، ايفون 14 ولا تقريبا ايفون 14. لما جيت جديد على كندا كنت طوالي كل سنه بجيب الاصدار الجديد لايفون، يعني عندي كده اصرار لازم اي ايفون كل سنه يطلع اجيب. بس في النهاية بقى لي الحكاية عادية يعني، كلهم بالنسبة لي واحد، 16 على 14 على 10 ما فارقة. فما من اهتماماتي يعني انه اعمل تحدي عشان اجيب 1000 حاجة، 1500 تقريبا، قريب 1500-1600 دولار عشان امشي اجيب ايفون. وكان جبت والله الا كان اديكم لو انتو. فاحنا ممكن نعمل تحديات عن انه مثلا نجيب الكاميرا الجديدة، نبي المايك بتاعه وش سعره، 1000 وتقريبا 70 دولار كندي، او ممكن نجيب بايسيكل.
تكون تقريبا قريبة الألفي برضو، من الألفي وفوق إذا قلنا نجيب إلكتريك بايك. بس والله يا معي عندي اهتمامات حاليا بعمل فيها أهم من من الحاجات دي كلها، فهمت علي؟ إن شاء الله لقدام نعمل ماله يعني، مشكلة وين؟ ونعمل برضو لقدام برضو بتاع آيفون ندفع هدية للمتابعين. استلمنا أوردر من ماكدونالدز في خلال 12 دقيقة، بتجينا منه $5. انا جيت على نيو ويست مينستر، طبعا دي المنطقه بتاعت القديمه، والقدام ده بيتنا القديم. يا سلام يا ذكريات. وقفت والله العربيه هنا وقعدت استرجع ذكرياتي. بس شعور جميل، وطبعا ما زالت الامطار مستمره. احنا وقفنا مسافه طويله، ومنا جيت على سري، عندي مشوار قضيته حاليا بالنيو ويست مينستر، وفاتحين التطبيق اذا جانا اي طلب نرجع على فانكوفر داون تاون، او اذا جاتنا طلبات داخل منطقة نيو ويستمينستر حناخدها ونشتغل. انا رجعت على فانكوفر لانه نيو ويستمينستر ما في شغل، الاوردرات تعبانة، وجانا طلب في خلال 13 دقيقة بتجينا منه $7، جينا نشيل الاوردر. Order for Rob. وصلنا على البيت. جاءنا طلب $11 خلال 18 دقيقة. خلونا ناخذ الاوردر سريع لان انا وقفته في باركن غلط. الدنيا مطر وزحمة وباركنات ما في. I don't know if I was in the scan. I'm in the scan. Confirm backup. أوردرين في 1 كيلومتر خلال 18 دقيقة $20. يا سلام، الحياة دي محرومين منها من زمان. نحن انا مشيت على المطعم بس قالوا بياخد 7 دقائق. He said 7 minutes, couple of minutes ago. Still not ready? Just finishing up on the Alex order. All right, sounds good. نزل order لماري. Hi, Mary. Yeah. Thank you. 6279. Thank you. شغالة في المحل بتاع السحب بتاع العربات. جر عربيتك تجي هنا طوالي لأميري. أوردر تاني $7. خش الدرايف ترو طوالي، ما في زمن. أوردر لكولين. حجة كولين كولين. Hi there, welcome to Andy's. What can I get for you today? I just Uber Eats pick up for Colin. For who? C-O-L-I-N. Thank you. عامل اللمة مر هنا ناس وينديز ديل أضيق من أخلاقي، ضيق شديد يا أخي. كتير والله تعبتها اللي رسكت كتير، شال سري ساي ساعة كاملة جاي راجع لفانكوفر ساعة، ده غير شغلي في فانكوفر. والساعة يا دوب 7:30 والليلة ويكند، يعني الشغل يا دوب كده بدا. جانا اوردر ب $9 بقى 15 دقيقة. هاي بري جاي هاي. These are the hot items and then we have some cold stuff too. All right, sure. Thanks. هاي بري. Thank you. Have a good one. دي طوالي زحمة قسما بالله، زي اللي عندنا أزمة في الجاز في كندا. نحنا ذكرتني الأزمة بتاعت الجاز بتاعت السودان، ديك صفوف بس الطرمبة دي، ودي ما أول مرة، تاني مرة أنا أجي ويكون في زحمة بالطريقة دي، ما أعرف ليه سبحان الله، مع إنه في أي كورنا في كندا في طرمبة بتاعت الجاز. أوردر ب $6 في خلال 11 دقيقة. 8 minutes. Okay, I'll be back soon.
وبعد مرور 10 دقائق رجعنا ثاني. All done. Thank you. Everyone. نزلت الطلبة ووقفت العربية في الشارع. الحق 7 دولار في 14 دقيقة. Alright, thank you. وصلنا الاوردر. طبعا بتاع السيتي اوف فانكوفر الناس اللي بدوا التكيتات مخالفات واقفين هنا، فانا دفعت للباركينج قبل ما انزل من العربيه ذاته. شفتوا الاحترام ده كيف؟ جانا طلب ب 6 دولار في خلال 12 دقيقه من اي ان دبليو، ما بي ام دبليو. اي زول نفسه في بي ام دبليو ما بي ام دبليو. ليتس جو جيت ذا اوردر. بعدين المشكله هم زي النمل ذاته يا جماعه، الدنيا ليل ومطر خرافي، والله ما قادر امشي انا في المطر، هم قاعدين وبدوا في مخالفات. ده كمان سايق لو عجلة في المطر، ده هاي المشكلة. لا تطق انا، عندك انشورنس؟ ثانك يو. هاي ثانك يو. لحد هنا نوقف الصراحة لأنه تعبت. وانتوا عارفين انا قطعت لي اشارة حمراء قبل ما اقيف، فما حاسس بنفسي مطشش، انتوا بقيت ما شايف كويس والمطر والضباب وبتاع، فقطعت اشارة حمراء والله. ما علينا، اهم شيء انه في اصابات، وان شاء الله ما يكون في كاميرا هناك ما يقوم يرسل لي تكت. اشتغلنا حكاية بتاعت 4 ساعات وعملنا 110 دولار، قول 10 دولار كبينا باب بنزين وعندنا 100 دولار، يعني صفينا 100 دولار ساعتنا في حساب 25 دولار. وفي ملاحظة، يعني إذا شايفين نحن تيبس عندنا 5 دولار بس، ففي مشكلة حاصلة في الأوبر. أنا ما عارف، علوا النسبة بتاعت الطلبيات، فالكاستمر بيجوا ما بيدفعوا تيبس نو مور. لما اشتغل قبل كان يعني التيبس اللي بيجيني أعلى من المشاوير ذاتها، فهمتوا؟ في جو زي ده ومطر بالعادة بندخل قروش خرافية كان يعني من أوبر، فبما انه بقى ما في تيبس عشان كده احنا عاملين 100 دولار صافي في خلال 4 ساعات. كان على الاقل المفروض تكون 200 دولار، لانه التيبس دائما في العاده بيجي الدبل. بالمناسبه انا لما اشتغل كان التيبس بتاعي بيكون جاي دبل للمشاوير اللي اشتغلتها. ان شاء الله استمتعتوا بالفلوج اليوم، ما تنسوا تخلوا لنا اللايك. شكرا لدعمكم للقناه، لحد ما نلقاكم في فلوج جديد. ابقوا 10 وفي امان الله.